من أصل شركسي ولد عام واحد وثلاثين وتسعمائة وألف في قرية بير عجم في الجولان السوري محتل تخرج من قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر ودرس في دار المعلمين في سوريا إلى أن استولى حزب البعث على السلطة في انقلابه في الثامن من أذار عام ثلاثة وستين وتسعمائة وألف فعرض فرض الرؤية الواحدة وعزل على إثر ذلك من المعهد وسلك التدريس ومنذ ذلك الحين يعمل مزارعا في ارضه الخاصه. القى الدروس في جامع المرابط بدمشق واعتقل في عهد البعث في الستينات لوقوفه بوجه الطغيان والاستبداد وهو من المطالبين بالتغيير السلمي في سوريا وشدد على ضروره نبذ العنف كاداه للتغيير. من اوائل الموقعين على وثيقه اعلان دمشق عام 2005 وهو من ابرز الرموز الدينيه المقيمه في سوريا معي ضيفي في هذه الحلقه الاستاذ جوده سعيد أرحب بكم معنا استاذ في هذه الـ في هذا الحوار يعني ابدا بسؤالك عن موضوع العنف والتغيير السلمي كتبت كتاب مذهب ابن ادم الاول وكان ذلك قبل ان تولد أي شرارة للعنف في العمل الإسلامي في سوريا وكثير من المشاهدين يعتبرون بأن اللاعنف يعني هي كلمة توصيفية بديلة لاستسلام أو تسليم بحكم الظالم أو أن الطغاة لا يفهمون إلا لغة القوة فماذا نعني باللاعنف والتغيير السلمي في هذا الإطار؟ بسم الله والحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى والآمرين بالقسط من الناس. هذا موضوع مهم ينبغي ان نبحثه بكل الجديه وبكل الوقار وبكل الاحترام للإنسان وللمشكلات ايضا لنواجه لأننا نحن الله جعلنا خلفاء في الارض لننفذ ارادته في هذه الارض. هذه المعاني ينبغي ان تترسخ بوضوح في آيات الكتاب وفي آيات الآفاق والأنفس وفي التاريخ، هذه الأمور ضرورية وإلا نكون نخطئ ولا نصل إلى نتائج، فموضوع العنف واللا عنف الناس يظنون انه هو السلاح فقط، لا العنف الاعتراف عدم الاعتراف بالعضل واللاعنف عنف هو الايمان بالعقل فاذا هنا الانسان عنده عضلات كسائر الحيوانات ولكن الشيء الذي ليس موجود عند الحيوانات هذا الدماغ الانساني وهذا الموضوع ربما خفي وينبغي ان نلح في تعرف عليه تعرفاً دقيقاً لأجل أن ننطلق من أرضية صلبة واضحة جلية بحيث أنه لا يتشكك أحد يعني الإنسان إذا فقد عقله ولم يعد يستطيع يميز أين هو ومن هذا الذي يتحدث معه أو شيء يكون الإنسان فقد روحه والقرآن يعبر عن هذا الشيء الذي يمتاز به الإنسان في في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها لأنها يعني حمل ثقيل يعني لما القرآن يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا الأمانة أنا أفهمه هو ليس الشيء الغير الموجود وغير القادر للسماوات والأرض والجبال ان تحملها والانسان يحملها هذا هو العقل الذي يسميه هذه الامانه حملها الانسان والامانه ينبغي ان لا تضيع واذا ضيع واستهزأ و... بهذه الامانه معناه انه ارتد الى ال... الى البهيميه الى الحيوانيه مره اخرى او الى شريعه الغاب لان الانسان له شريعه وقانون هذا ربما اشعر انا اتناوله من زمن بعيد وكل مره يكبر حجمه انه عقل وعضل قوه فكريه وقوه الماده القنبله النوويه او الكهرباء هذه هي طاقات لكن العقل الانساني هو الذي كشف لما نعرف التاريخ اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. يعني لكن هناك من يتساءل يعني المستبد او الطاغيه لديه من الامكانيات والوسائل ما يعني ينهي قد حياه المقاومين او المناوئين لافكاره او لسلطته، يعني كيف يستطيع من يناوئ هذا الظالم بشكل لا عنفي ان يقف في وجه كل هذه الأدوات التي يمتلكها الظالم وكل هذا البطش. جيد. نحن إذا لم نكن مثله نحن ينبغي أن نكون مغايرين له لأنه إذا كان هو يعتمد على الإكراه وأدوات الإكراه نحن ينبغي أن يخرج من قلبنا قيمة للإكراه وأدوات الإكراه وهذا الذي جاء به الأنبياء كلهم لما نحن ننبذ العنف نحترم العقل وثم الانبياء الصفه الاساسيه لمحمد لما يعملون مولد ويتحدثون يقولون الامين الصادق محمد كان امينا قبل ان يسوء يصير رسولا وكان صادقا وموثوقا من قريش ايضا وانه لا يكذب المؤمن لا يكذب قد يسرق وقد يقتل وقد يزني لكن لا يكذب هذه الصفه بينما الذي يؤمن بالقوه يكذب لان اعتماده على غير العقل على غير الامانه التي يحملها ولا ينبغي ان يخون الامانه العقل ان تشهد للحق بالحق ان تشهد للاخر ان هذا صح وهذا غلط يعني البشر متساوون محمد لما جاء فقط قال كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العاجم. هذا مسجل في التاريخ ولكن معناه مفرغ الان عندنا لاننا نؤمن بالعنف نؤمن بالقوة وكان الناس امة واحدة في القران لما يقول ايه جميع الناس يؤمنون بالقوة من اصغر دولة الى الى الامم المتحدة الى حق الفيتو. إذا الآن ما تخلصنا ولكن ظهور الديمقراطية كمولود يعني الإنسان بعقله وصل ليس بواسطة الأديان الأديان ارتدوا على أعقابهم أتباعها الأنبياء جاءوا ليتنفس ليتنافس الناس في فعل الخير يعني لكن هنا أستاذ يعني آه من يقاوم الظالم باسلوب لا عنفي قد يعني ينفى من يعني من بلده قد يوضع في السجن وال, وال يعني السوريون يتساءلون على سبيل المثال ما الفائده من ان خساره وضع اشخاص في السجن او من حرمان بعض النشطاء من السفر او من حتى حقهم في العمل هناك تضحيه يعني كبيره مقابل ثمار يعني قليله او لا يمكن ان ان ترى الحقيقه فما هي قيمه او اهميه تضحيات من هذا النوع من اجل عمل لا عنفي وصغير في سوريا اشكرك لانك تلمس الامراض المزمنه القابعه في افكارنا الشائعه في العالم جميعا ونراه واقعا ايضا لكن ينبغي ان نخرج من هذه المله من مله العضلات ومن مله القوه ومن مله الجنود يعني لاجل ان نفهم هذا فعلا لما يكون الحوار في البدء ارضيه متينه ننطلق منها هذا الذي انطلق منه